بنتكلم على قطاع زي قطاع الأدوية، تم إعفاء المادة الخامة وغير الإيه الخام في صناعة الأدوية، بالتالي دي بتعود بجانبين، جانب صناعي زي ما حضرتك أشرت في التقرير، وجانب اجتماعي بالنسبة لأهالينا من المجتمع المصري اللي يكون محتاج علاج، ومثلا زي السكر وزي والأمراض اللي هي هقلل المزمنة التكلفة على المستثمر، وبالتالي هيبقى المنتج سعره أرخص، المستثمر مبسوط، والمستهلك هياخد المنتج بسعر أقل من اللي كان بياخد بيه، أو على الأقل مش هيزيد على السعر. تمام، وبقدر من جانب ده بالنسبة أن أنا بعمل بعد اجتماعي، هناك بعد مالي أيضا، بعد مالي أن أنا عندما تنخفض التكلفة بقدر أنافس بالسعر عالميا، بقدر أن أنا أصدر، بقدر أحصل على عملة صعبة، بالتالي بتقلل هنا، بقلل عجز الواردات، بمعنى أن أنا بيبقى عندي صادراتي تتقارب من الواردات، ده جزء مهم جدا. ويمكن احنا بنشتغل مع وزارة الصناعة والتجارة برئاسة معالي وزيرة المالية أن هي حطت إجراءات للنهوض بالصادرات لمصر إلى أن تصل إلى 100 مليار، ده ملف، دي توجيهات رئاسية. نعمل زي ما حضرتك أشرت في التقرير في البداية أن احنا كل مؤسسات الدولة بتعمل تحت توجيهات رئاسية ورؤية استراتيجية لجمهورية مصر العربية أن تكون مستدامة في نهاية 2030 إن شاء الله.